مباراة الاهلي والزمالك دي مولد نجوم. يعني النهارده مفيش محمد هاني، لو مفيش محمد هاني يوم الجمعه مثلا، لا قدر الله حسب الظروف ما اعرفش، ما اقدرش يعني. لو مفيش النهارده هتلعب بمين؟ ظهير ايمن. النهارده مين اللي لعب الماتشات اللي قبل كده؟ العارف بدري النهارده نجوميته ممكن في خلال مباراه الاهلي وزمالك، نجوميته خصوصا ان شاء الله اذا النادي الاهلي فاز كمان نجوميته تزيد. طب. فاي نجم النهارده، اي 11 لعيب بيلبسوا التيشيرت الاحمر، انا في رايي يلبسوا التيشيرت الاحمر لازم يكونوا، مش عايز اقول لك يتحولوا الى وحوش. والله بكلمك جد، دي حقيقة. دي حقيقة. وحوش، لان دي بطوله كبيره وبطوله بتمثل قدر كبير للاعيبه النادي الاهلي وجهاز النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. فاي 11 لعيب انا واثق تمام الثقه من خلال برضو المعسكر، لان دي بتدي ايجابيه كويسه. لو في النهارده كام لعيب من الجداد دول النهارده في المعسكر، بتحسس اللعيبه دي بقيمه النادي الاهلي. صحيح. بتحس اللعيبه دي بقيمه النادي الاهلي، ليه النادي الاهلي عامل معسكر؟ عشان اللعيبه دي تتعايش مع لعيبه كتير. مقيره كمان في يعني مش مقيره اصلا، لكن هو عايز يعيش الولد عايز يعيش كله بالظبط عشان تحس بقيمه النادي الاهلي وبقيمه التيشيرت الاحمر بتاع النادي الاهلي.